السلام عليكم وأهلا بكم مجددا في حوارية الليلة. بوزنيغا ليست القاهرة، فاللجنة الستة عادت بغير ما ذهبت به، قوانين انتخابية لها ما بعدها، فكيف وقعوا عليها دون رضا رؤسائهم؟ لا إجابة بعد. وها هو المشري يدفع، ولكن عقيلة يبدو غير مقتنع ويطلب للعسكري والمدني العودة إلى مناصبهم إذا خسروا، ويرى أن الإلزام بالجولتين غرضه إفشال الانتخابات ويفتح المجال لإعادة النظر في نسخة مشاريع الستة زائد ستة، وينفي تسلمهم نسخة منها. المشري بدوره يحشد دوليا ثم يؤكد إرسال نسخة إلى البرلمان لا يطعن في مزدوج الجنسية بالجولة الأولى، ويمنع شرطا ويسمح له إجراء أن يكون منافسا لا أن يكون رئيسا، والبرلمانية رهن الرئاسية والحكومة مشروطة للانتخابات. غير أن نسخة بوزنيغا قدمت ربما حلا لمشكلة الطعون والترشح العسكري، فهل عاد الستة بأزمة جديدة أم حلول يمكن البناء عليها؟ وكيف يتعارض موقف عقيلة المبدئي مع التعديل الدستوري؟ أليست مخرجات اللجنة نهائية؟ ثم كيف ستضيف القوانين للمشهد وكيف ستأخذ منه؟ فكيف عبرت تلك الأصداء عن مواقف أصحابها، وما حقيقة نظرتهم إلى اتفاق بوزنيغا؟ أهو نهائي أم لا؟ للإجابة على هذه التساؤلات أرحب بضيوف الكرام. سيكون معي هنا في الاستوديو من إسطنبول المحلل السياسي صلاح البكوش، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو لجنة الستة عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي رئيس تجمع العمل الوطني خالد الترجمان. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. أبدأ أولا معك سيد فتح الله السريري، إذا لم تتفق لجنة ستة زائد ستة على القوانين الانتخابية سنوجه مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس سابقا. هذا سيد السريري كان آخر تصريح لعقيلة صالح، ويبقى السؤال هو ألم تتفق اللجنة؟ ألم تنتهي حتى اللحظة مباحثات بوزنيغا سيد فتح الله السريري؟ أحييك ابتداء وضيوفك والمشاهدين الكرام. لجنة ستة زائد ستة هي يعني تستند في وجودها إلى الاتفاق السياسي وأيضا إلى التعديل الثالث عشر، يعني تحديدا والتعديل عشر التعديل الثالث عشر السيد عقيلة ومجلس النواب أكيد أنهم قبل يصوتوا عليه ويجعلوه نافذ وينشروه قرأوه وتدرسوه جيدا. اللجنة التزمت بحرفية النص وبصلاحياتها ومهامها التي نص عليها في التعديل الدستوري، سواء من حيث التشكيل 6 زائد 6 أو من حيث المهام وهي إعداد قوانين تشريعية قوانين انتخابية تشريعية ورئاسية وأيضا الاستفتاء يعني مسند إليها، وأيضا التزمت بالآلية وهي إما التوافق أو التصويت، وأيضا النص الفقرة باء من المادة 30 تنص على أن ما يصدر عنها ملزم ونهائي، وعلى رئيس مجلس النواب تحديدا باعتباره هو المخول بالإصدار أن لا يعدل فيها ويصدرها كما تم التوافق عليها. اللجنة أنجزت المهام، اللجنة صوتت بالإجماع وكل أعضاء اللجنة وقعوا عليها، وهي التوقيعات يعني موجودة ولا أحد ينكر توقيعته ولا أحد اعترض على توقيعي ولا أحد قال أنا مورس عليها إكراء. اللجنة كانت مشكلة يعني تشكيل يعني جيد ممثل فيها كل الأطراف، حتى لجنة مجلس النواب مجلس دولة يعني هناك بينهم اختلافات يعني سياسية، ليسوا من جهة واحدة ليسوا من طرف واحد، الكل حاضر على المستوى السياسي. طيب كيف ترى تصريحات كل الأطراف اللي موجودة على الساحة الدولية؟ كيف تقيم تصريحات رئيس مجلس النواب؟ لماذا عقيلة صالح يراها حتى اللحظة بأنها غير منتهية، بأن عملكم لم ينتهي حتى اللحظة؟ احنا نحتكم لراء الأشخاص وللنصوص الدستورية، عقيلة يصرح بما يصرح به وأنا أصرح بما أصرح به وأنت تصرح بما تصرح به. عقيلة قال بأن ليس لرئيسي المجلسين سلطة على هذه اللجنة، وهذا بنص التعديل الدستوري اللي موقع عليه علي عقيلة ونشره.
وانا عقيله يعني مش راضي عن بعض المسائل، وحتى لما جاء المغرب اقترح بعض التعديلات اللجنه لم تقبلها اللجنتين، وصوتت اللجنتين، وكان لجنه مجلس النواب بطبيعه الحال على تواصل مع السيد عقيله بصفته، ولجنه مجلس الدوله على تواصل مع رئيس المجلس ومكتب الرئاسه ومع الاطراف الاخرى، مع الزملاء الاعضاء في كل مجلس ومع الاطراف السياسيه الاخرى. ومن ثم كان السؤال يعني اللجنه يعني صوتت بالاجماع ووقع كل اعضاء اللجنه وهم ممثلين لكل اطياف، ومن الناحيه السياسيه وايضا من الناحيه الفنيه البعثه كانت موجوده في رئيس قسم الانتخابات وفي رئيس او المسؤوله عن المراه. لكن يبقى مع عدم حضور عبد الله بتيلي وهذا يفتح العديد من التساؤلات. المفوض معلش يا سيد غير اصبر، احنا يحضر ما يحضر، حضوره ما معناه الدستوري، احنا اذا نتكلم على اعمال اللجنه العجز عنها، لانك تبرر في حضر سين وغاب سين. حضور احد المسؤولين بالبعثة سيد فتح الله، ورأيتها أنها وكأنها أعطت شرعية أخرى لعملكم في بوزنيغا. ما يعني الحضور أو عدم الحضور؟ هل في نص دستوري يقول والله إذا ما حضر السين الأعمال غير قانونية وغير منجزة؟ إذا صرح سين بكذا أو كذا ضد أعمال الأعمال غير منجزة وغير قانونية، هذا كلام المواقف السياسية معروفة الآن يعني لكل شخص. وعقيل الآن حتى صريحاته يعتبر هو لم يعترض أعمال اللجنة، طرح آراء وجهة نظرة طرح حتى لما جاء للمغرب ولم تستجب لها، لأن القوانين مرتبطة ببعضها البعض، وبعض المسائل يمكن أن يعني تبيانها أو رد تساؤلات على السيد عقيلة أو غيره بتبيان وتوضيحها، وهو عمل مترابط هذه القوانين وقال احنا لسنا فعلا حتى لما جاءوا هم ليس لهم دور على التوقيع على هذه القوانين، هم جاءوا ليحضروا سواء رئيساء المجلسين أو السفراء أو كان بتيلي، إذا ما حضرش بتيلي ولا ما حضر السفير الأمريكي ولا السفير الروسي ولا السفير، يعني هل الأعمال غير منجزة؟ لكن هناك سؤال لم يجب عليه حتى اللحظة سيد فتح الله السريري، واسمح لي يعني أن أطرحه عليك. كيف يعني لأعضاء لجنة الستة التوقيع على قوانين الانتخابات دون رضا لا خالد المشري ولا عقيلة صالح؟ هذا دليل على أن اللجنة مستقلة في أراها، وأنا اشتغلت بحرفية واشتغلت بمهنية واشتغلت بعمل توافقي، وهذا يفند من يقول بأن المشري أو عقيلة يتحكم في اللجنة، هذا رد، هذا يحسب للجنة ويحسب لعملها ويفترض أن يلتف عليه. البعض يقول وهذا دليل أن ما أنت رئيسك لا تستجيب. لماذا حضرت هذه الموضوعية والحرفية سيد فتح الله في بوزنيغا ولم تحضر في محافل أخرى؟ في القاهرة لم تحضر، في بوزنيغا الأولى لم تحضر، وكذا باقي الاتفاقات التي كانت بين المجلسين، ما المميز الآن في بوزنيغا؟ أنت عارف العمل السياسي والعمل القانوني عمل تراكمي، هذه اللقاءات كلها من الـ17 في تعديل الاتفاق السياسي إلى الآن العديد من النقاط والمسائل طرحت، وكان هناك في الآن أصبح في نضج، أصبح في تغير في المواقف على المستوى السياسي والمستوى كذا. لكن تقولي لماذا لم لماذا حضرت؟ والله هي توفيق يا سيدي من عند الله سبحانه وتعالى، توفيق بأن هناك حل الوطن، هناك تفاهمات توافقات بين المجالس، هناك في الأرضية. سؤال أخير قبل أن أنتقل لضيوف سيد فتح الله، هناك في تواصلات في الشرق والغرب اللي بكل ينتقل بشاغة كان في طرابلس وشكل حكومة في بنغازي، هذه كلها ظروف ومؤشرات تصب في هذا الوضع، وهذه المفروض تشكر على اللجنة ولا تحاسب أنها ليش نجحت. معقول ليش حضرت وليش نجحت؟ طيب السؤال أنا أرى في غير محلة صراحة. لا هو في محلة، لكن يبقى السؤال متعلق بك على اعتبارك أحد أعضاء لجنة الستة المشكلة من قبل الأعلى للدولة. هل خالد المشري الآن باي موجه لي تحاسبني أني نجحت؟ أنا نجحت لا أحاسبك، اسمح لي. مني تقول لي والله ليش حضر وليش ما حضر وليش، يعني هذا كلام. لأن كثير من المراقبين دكتور فتح الله، يعني والله لك كل الاحترام ونريد الاستفادة من حضورك، فقط هناك من ذكر بأن عدم خروج عقيلة والمشري، عدم موافقتهم، عدم وجود تصريحات إيجابية لهما، عد أن النقاط أو عفوا الاتفاق ناقص ولن يمضي. لكن يبقى السؤال الخاص بك على الأقل، هل خالد المشري الآن راضي على مخرجات بوزنيغا والمشكلة الآن في مجلس النواب متمثلة في رئاسته عقيلة صالح؟ هل خلاص يعني نستطيع القول بأن الأعلى للدولة توافق بشكل كامل على ما أنجز من قبل لجنة الستة في بوزنيغا؟ مجلس دولة في حتى أعضاء مش غير ما خالد المشري في الأساس هو عضو. السؤال على الرئاسة على الأقل، ولكن هناك اللجنة لا الرئاسة، الأعضاء أكثر من الرئاسة تواجدا وأكثر أصواتا إذا كان في عملية تصويت وفي مؤسسة ديمقراطية. السيد خالد جاء
وطرحوا عليه بعض المسائل وطرح عليه لما تناقشنا قال هذا رأي اللجنة وهو لم يتدخل فيها وعقيل لم يتدخل فيها. فكان الرجل يعني اللجنة واللجنة مستقلة واللجنة يعني عملت بكل موضوعية واستجابت لما هو مقبول ويمكن أن يعني. طيب المشري مع الأعضاء الرافضين طالما أن المشري عضو هل مع الأعضاء الرافضين أو القابلين لما جرى في بذنيك؟ لا ليس مع يعني ليس مع الأعضاء الرافضين الآن. هو عنده بعض الملاحظات وكلنا عندنا ملاحظات. إذا كنت تسأل أنت ما فيش عمل كامل على الإطلاق يعني لو نجيب أي عمل كامل في الدنيا أنا وافقك عليه. لا دستور ولا المشري ليس مع الرافضين ولا عقد ولا عقد ما ولا عقد حتى عقد بيع ولا شراء شيء طبيعي هذا يا جماعة يعني شيء طبيعي أنك لن ترضي الجميع ولن تستطيع أن تحقق رغبة الجميع في أي عمل بشري أيا كان حرفيته وإن كانت الظروف الموجودة فيه. نقول لك بطاقة المتحدة مرضي للجميع هذا صعب من صنع ومن يعني هذه مسائل. الآن أنا أشوف أن هي الآن اللجنة أدت ما عليها وفق التعديل الدستوري الذي لا ينص على توقيع أي أشخاص مع هذه اللجنة وتوافقوا والإجماع ووقعوا على هذا والعمل الآن منجز وأحيل إلى السيد عقيلة اللي له اختصاص الإصدار. واضح دكتور فتح الله اسمح لي أن أنتقل تلك مسألة أخرى يعني. بالسؤال للسيد صالح فهيم عضو مجلس النواب قبل أن أتحول لباقي ضيوفي تفضل بالبقاء معي دكتور فتح الله. أهلا وسهلا بك سيد صالح فحيمة عضو مجلس النواب معنا الآن عبر الهاتف. يعني يبقى السؤال طالما أن الأعلى للدولة أنجز عمله لجنة الستة من قباله أحالت القانون بشكل رسمي أو ما توافق عليه على الأقل لجنة الستة إلى مجلس النواب السيد خالد المشري وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة ليس مع الأعضاء الرافضين، بالتالي ما موقف أعضاء مجلس النواب ولماذا خرج عقيلة صالح رئيس المجلس بهكذا تصريحات وكأنه نسف بها عمل لجنة الستة بشكل كامل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييك وحيي ضيوفك الكرام وحيي السادة المشاهدين. طبعا لا يمكن يعني لعاقل أن ينكر المجهود الذي قامت به لجنة الستة في الستة، و يعني في اعتقادي أنه يعني رغم ما مشابه من قصور ورغم الملاحظات الواردة إلينا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول هذه القوانين إلا أنه ليس بالإمكان أبدع من مكان. أما عن إحالة القوانين فنحن في مجلس النواب لم يصلنا أو لم تصلنا هذه القوانين محالة بشكل رسمي لمجلس النواب، ولكن رغم ذلك اليوم مجلس النواب يعني تداول حول هذه القوانين صح التعبير وأظهر بعض الأمور التي يعني كان يجب عدم الوقوع فيها. مثل عن مجلس النواب ليس له علاقات بإصدار هذه القوانين لأن المادة الدستورية أو النص الدستوري واضح جدا أن عمل لجنة نهائية ويتم إحالتها لمجلس النواب لإصدارها والإصدار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 اللي حدث التعاون اللي حدث. لماذا يلمع عقيلة صالح بأنها غير نهائية سيد صالح طالما أنت يعني ترى بأنها ملزمة ونهائية وتؤكد ذلك؟ نعم هذا يعني يسأل عنا عقيلة صالح أما أنا كعضو في اللجنة التشريعية وعضو في مجلس النواب أرى أنها وفقا للنص الدستوري وإن كنت لا أوافق على هذا النص لكن هي الحقيقة أنها ملزمة ونهائية ويعني ولا ترجع لمجلس النواب وإنما ترجع لرئاسة مجلس النواب لأنه هو صاحب الصلاحيات في إصدار القوانين كان مجلس النواب يطر القوانين ويصدرها الرئيس إذا كان هو اللي يترأى في الجلسة أو أحد نائبيه الذي يترأى في الجلسة. نحن سألنا يعني على عقيلة ليس لرأيه ولكن بمعنى كيف تفسر ذلك طالما أنك أحد أعضاء المجلس والموقعين على التعديل 13 وأيضا ترى وتؤكد سيد صالح وأنت أحد أعضاء اللجنة القانونية أو التشريعية سابقا بأن عمل لجنة 6+6 ملزم ونهائي، بمعنى كيف فسر عقيلة بأنه غير نهائي؟ هذا هو المقصد من الاستفهام يعني طالما أن الجلسة كانت اليوم وكنت أحد الحاضرين فيها أنت. هو طبعا سيد عقيلة صالح يعني لديه تبريرات بالتأكيد والعمل ليس عمل قانوني بحت إنما هو عمل قانوني سياسي والمشكلة في ليبيا ليس مشكلة قانوني. القانون بطبيعة الحال يحتاج إلى قوة لفرضه ولتنفيذه ولا توجد لدينا هذه القوة أو لا توجد لدى الدولة الليبية هذه القوة التي تفرض تنفيذ القوانين.
فبالتالي السيد عقيل صالح ربما تعامل مع هذا الأمر بشكل سياسي أكثر، لأن الاعتراضات بدأت تتعالى هنا وهناك ليس فقط داخل المجلسين، وإنما حتى المفوضية يعني كما أسلفت أسفلت لدينا العديد من الملاحظات، وتم يعني اليوم تعميمها على أعضاء مجلس النواب. هناك مجموعة أخطاء يجب تداركها في القوانين، ولكن هذا يعني حسب علمي على الأقل يمكن تجاوزه أو تداركه بالعودة من جديد إلى فتح هذه القوانين لمدة يوم على يعني على الأكثر، وتعديل طيب. هذه الأمور التي لا يمكن معها أن ينفذ القانون. في كلمة أستاذ صالح فحيمة، هل المؤيدين لمخرجات 6+6 داخل قبة البرلمان أكثر من الرافضين أم العكس؟ لا، هو المؤيدين أكثر، المؤيدين أكثر، ولكن هنالك طبعا ينقسم مجلس النواب إلى ثلاث طيب. أجزاء من حيث التأييد والمعارضة. هنالك من هم مؤيدين دون قيد أو شرط، وهنالك مؤيدين بشروط، وهنالك الرافضين، وأعتقد أن أقل نسبة هي نسبة الرافضين، فهي نسبة قليلة، ولأول مرة تحدث داخل مجلس النواب أن يكون الرافضين يعني يكادوا يعدون على أصابع اليدين. نعم. طيب، تفضل بالبقاء معي سيد صالح فحيمة. سأتحول بالسؤال لضيف السيد خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. أهلا وسهلا بك سيد خالد. عندما تنص قوانين بوزنيقة على استقالة العسكري بقوة القانون فور قبول ترشحه دون الحديث عن رجوعه للعمل، هل ترى أن هذه النقطة وهذه المادة على وجه الخصوص هي في صالح المشهد أم ضده؟ أستاذ خالد، أهلا بك سيد محمد وبضيوفك ومشاهديك. قبل الحديث في هذه النقطة تحديدا المخصصة للعسكريين، لابد أن نتساءل ونقول لماذا تم إقرار تشكيل لجنة سياسية في مجلس النواب اليوم للتواصل مع الأحزاب، مع القوى السياسية، مع النخب، مع النشطاء، لإبداء آرائهم حول مخرجات بوزنيقة. هذا الأمر تم اليوم في جلسة مجلس النواب، وهذا جدير بالنقاش قبل الحديث عن مسألة العسكريين ومسألة ضرورة استقالتهم من عدمها من مسائل، إضافة لمسألة مزوجي الجنسية وغيرها، هذه المسائل الفنية التي لابد من إقرارها قانونا والالتزام بها إذا تمت العمل على إقرارها قانونا. ولكن التساؤل الذي لابد أن نطرحه، كيف إذا كان هناك عدم يعني ما قاله عقيلة صالح، المستشار عقيلة صالح في جلسة اليوم يعبر عن رأيه الخاص، كيف تم إقرار هذه اللجنة وما هي مهامها، وكيف تقر هذه اللجنة بهذا الشكل؟ يعطي ليس انطباعا فقط، ولكن يدلل دلالة قاطعة على أن هذه المخرجات أو هذه القوانين التي تم التوافق عليها وتم إقرارها وبعد نقاش وبعد حوار مطول لا زالت ستخضع يعني للمعايرة، بمعنى من خلال النخب ومن خلال الساسة والنشطاء لإبداء آرائهم حولها. لماذا تخضع المعايرة؟ ربما يتوافق كذلك مع التعديل ما ذكر البيان المشترك. اسمح لي، ومعنى عضو من الأعلى للدولة وعضو أيضا من مجلس النواب، التعديل 13. أنا أتحدث عن يا محمد، اسمح لي، أنا أتحدث عن قرار صدر عن مجلس النواب اليوم. كيف صدر؟ لا تذهب بها إلى المادة 13 والتعديل 13. يا سيد خالد، أنت وبالتالي يوجه هذا الكلام السيد المحترم عضو مجلس النواب وكذلك العضو المجلس الاستشاري. يا أستاذ خالد، لو سمحت نتحدث عن هذا الموقف الذي اتخذه بعيدا عن القرار في مواجهة مخرجات بوزنيقة. أنت ذكرت بأن عمل اللجنة بحاجة لإعادة المعايرة وإشراك الأحزاب السياسية وفقا لما ذكره اليوم عقيلة صالح، وإن كان عقيلة هو عضو في 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 مجلس النواب حتى. هذا ما قاله القرار يا أخي، هذا ما قاله القرار. لكن اسمح لي هناك يا محمد، يا سيد خالد، فقط اسمح كلامي لي، واضح يا رجل، اسمح لي، هل القرار أقوى من النص القانوني الذي فرض على الأقل في التعديل 13 بأن عمل اللجنة ملزم ونهائي؟
السؤال موجه لك سيد خالد ترجمان. أي 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 قرارات اتخذت منذ الصخيرات إلى الآن المسألة على أرض الواقع كيف تتم الأمور؟ لا تتحدث عن مسألة أقوى وأقل وأكثر قوة، بدليل أن لنقرأ البيان الذي أصدرته الدول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها، ما الذي تقوله لهجة هذا البيان وصياغته؟ تذهب بنا إلى ما ذهبت إليها من تشكيل هذه اللجنة داخل مجلس النواب. ما هو القرار الذي تتحدث عليه اليوم وصدر من قبل عقيلة صالح سيد خالد من حتى توضح للمشاهد ونستفيد من وجود السيد صالح في حيمة؟ السؤال يوجه للسيد النائب المحترم. أنت من أثرت نقطة القرار كي يقول رأيه في ذلك، لماذا صدر هذا القرار؟ ما الدفع إليه؟ طيب سيد صالح، نعم؟ عفوا سيد خالد ترجمان، أنت من أثرت نقطة القرار؟ لذا كان الاستفهام. سنعود إليك مرة أخرى دي. طيب إلى أن يجهز مرة أخرى السيد خالد ترجمان سأعود إليك. أتحول إليك سيد صلاح البكوش، استمعت لكلمة عقيلة، رأيت جلسة مجلس النواب اليوم، ما هو تقييمك لها وكيف نسف كل عمل لجنة الستة في بوزنيقة؟ هذا ليس رأي عقيلة وحده، أنا أتفق مع خالد. عندما تذهب إلى صفحة مجلس النواب وتقرأ تصريح الناطق الرسمي يقول: تم التصويت بالأغلبية على تفويض رئاسة المجلس بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق. ما الذي يعني هذا الأمر؟ هذا يعني بأن عقيلة ومجلس النواب عمليا قال ما فيش حاجة اللي يسمي فيها دكتور فتح الله النص. أي النص؟ ما فيش نص. هل هناك نص أقوى من النص في الإعلان الدستوري الذي يقول أن مجلس النواب بمجرد استلامه لمسودة الدستور يحولها إلى استفتاء؟ اضربوها بعرض الحائط. يعني شنو هذيك هيئة منتخبة راهي؟ ما هيش هيئة مشكلها واحدة مشكلها البشري وواحدة مشكلها عقيلة. إعلان دستوري تضربوا بيه عرض الحائط. هذيك الهيئة ما قراراتها يعني ما يمشنش ولا كيف. ولكن أشوف أنا، خليني من قصة الاختلافات الاختلافات وحول يعود العسكري بعد ما يستقيل وما نجحش في الانتخابات ويرد ومزدوجي الجنسية اللي هي يعني نكتة مش عارف كيف حطوها في المادة 16 ولا مش عارف شنو. تعرف شو شنتت أولا، وممكن سيد فتح الله يفسرنا هذه، في المادة 12 يقول لك لا يسمح لمزدوجي الجنسية، وبعدين يقول لك في الجولة الأولى كلها تخش. شروط الترشح أن تكون 40 سنة، بعدين يجيك في المادة الأخرى يجب تقدم شهادة ميلاد، يقول لك أنك أنت مرتكبت الجريمة وكذا، يجيك في المادة اللي بعدها قدم شهادة حسن سيرة وسلوك. يقول لك ألا تكون تحمل جنسية دولة أخرى، يجيك في الشروط في المسوغات اللي بتقدمها ما في شيء. شنو يجيك بعدين؟ يجيك في مادة واحدة أخرى ويقول لك جيب لنا إفادة من محرر عقود، تقول أنا صلاح البكوش المترشح للرئاسة والموقع أدناه أشهد بأن ليس لدي جنسية دولة أخرى، يختمها محرر العقود وتمد له 200 دينار وتمشي تقدمها المفوضية. أو تجيب حاجة أو، لاحظ كلمة أو، شوف القضية كلها بغض النظر عن هذه الرتوش يمكن تلخيص هذه القوانين بالمادة 85 اللي تقول لك ما فيش انتخابات، نعند تخلوني أنا عقيلة
وخالد المشري أو مجلس الدولة أو مجلس النواب أو معظمهم نديروا حكومة. وبعدين أهو عطيتك القوانين هذه المفخخة. نحن نعرف إذا كان كما يقول السيد سرير أن هذه اللجنة لديها كامل الصلاحية، كان من المفترض أن تقول هذه اللجنة بمن اللي مترشحين. نحن نحكوا على من، مش هم 98 واحد، نحكوا على دبيبة وحفتر وسيف. هل إذا نجح واحد منهم الآخرين حيقبلوا؟ هل أي من هؤلاء المرشحين يستطيع أن يعرض برنامجه في جميع أنحاء ليبيا؟ مستحيل. فلذلك حطوا انتخابات رئاسية على شنو؟ هذه مجرد أن دفوا القنبلة اللي بتفجر قدام 500 متر. وفي النهاية شنو بيصير؟ تعطونا حكومة قبل وبعدين نجوا للانتخابات، وكان هم صار شيء من هذه ما يصيرش من الانتخابات النيابية، وكان الجولة الأولى والجولة الثانية ومش عارف شنو. هذا كله رتوش لإسكات باتيلي وإسكات الشعب الليبي والضحك على الدقون. طيب سيد فتح الله السريري، يعني يبقى السؤال هو ما الذي تغير حتى قبلتم بترشح مزدوجي الجنسية؟ يعني من قال بأن قبل للأسف احنا القوانين تقرأ حزمة واحدة وتفسر حزمة واحدة وهي مترابطة ببعضها البعض، ومن تم الشروط موجودة، الطعون الانتخابية يعني موجودة، لا تجزئ جزء وتفسر جزء آخر. أما ما هو خارج القوانين والواقع هذا مش مسؤولية لجنة فنية، ما تخلطوش الأمور صراحة. تقول لي فلان وفلتان وحارب وهذا يقبل وهذا ما يقبلش وهذا الاعتراض، وواحد يقول لك لا قرار أعلى من نص دستوري، يعني هذا كلام غير مقبول صراحة. يعني خلاص خلوا الأمور تمشي هكذا وخلاص، لا عاد دير لجان ولا دير قوانين، وبعد انت شنو اللي تبي تقبله؟ وبعد شنو يضمن انك اليوم تاخذ ملاحظات السيد صلاح البكوش والترجمان وفتح الله ومحمد زينوبه، وبعد ما يطلعش 10 اخرين ولا 1000 اخر عندهم ملاحظات اخرى؟ يعني هذا كلام غير مقبول صراحه لانجاز اي عمل. الاحزاب موجوده، الاخ اللي يتكلم عنها الاحزاب موجوده في نظام القوائم، وتواصلت معنا الاحزاب وقدمت ما تريد الأحزاب، والأحزاب الآن في قوائم، والأحزاب اشترط أن تكون على الأقل عندها مكانات في تسع دوائر. الحديث ليس عن الأحزاب دكتور فتح الله رجاء، حتى نحاول فقط حصر النقاش. الجنسية موجود، لا معلش، ما هو الأخ تكلم على فقط على الجنسية، سنعود على الأحزاب. واحد يتكلم على المفوضية، واحد يتكلم على المفوضية موجودة، الاتصال بسيد عماد السايح، وكل موضوع فني هو على اتصال مباشر به، وأحيانا يفتح اللاقة وتسمع كل اللجنة، والبعثة موجودة أيضا، هذا بانتو متاع الانتخابات موجود، متاع المرأة موجود. يعني كيف يعني ما تسأل من؟ كل واحد تمشي له في بيته تسأله. دكتور فتح الله، لم أفهم منك على الأقل على المستوى يعني الشخصي عمليين صراحة. يعني دكتور فتح الله لو سمحت لي رجاء، يعني دكتور فتح الله، هل قبلتم أم لم تقبلوا بترشح مزدوجي الجنسية؟ لم أفهم منك، هل جرى القبول أم لا؟ أنت الآن الجولة الأولى موجود يدخل الكل، الجولة الثانية هي الانتخابات الحقيقية للرئاسية، لا يدخل الجولة الثانية أي شخص لديه جنسية أخرى، واضحة. الدير عند محرر عقود، إذا كان السيد صلاح البكوش مثلا ولا فتح الله عند إثبات علي محمد يثبت في طعون وفي إثباتات مش للشخص فقط ذاته. لكن هناك منع، هناك مادة تنص على منع الطعن في مزدوج الجنسية على الأقل في الجولة الأولى، كيف اتفقتم على مادة كهذه؟ في الجولة الأولى واضحة كيف اتفقنا توافقات، انت طرف داخل في تفاوضات بتاخذ شروطك كلها، انت مجي تكلموا على قوه موجوده وما تخذ، يعني تناقضوا في انفسكم انت في الكلام هذا. انت مش هلا انا لوحدي في اللجنه ومحمد لوحده في اللجنه ومتفقين، اللي موجودين في اللجنه ناس مختلفين بيديروا توافقات، اذا كانوا متفقين مش في داعي للجنه، واذا كان عندنا قوانين متفق عليها ليش في داعي للجنه؟ هي جمعت التناقضات وحاولت ان تقدم حل توافقي وصوتت بهذا التصويت. إذا كانك طرف وحيد أنت ما فيش داعي تكون لجنة مشكلة. لكن هناك مادة يا دكتور فتح الله، هناك مادة واضحة تنص على عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بمعنى أن يحق لكل ليبي أن يتقدم الانتخابات الرئاسية ما لم يحمل جنسية أخرى. في مسألة الطعون، ألا تخشون أن يطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية وبالتالي تفشل العملية برمتها؟
الطعون لا تستطيع أن تصادر حق، إحنا لا نصادر حق في الاعتراض على القوانين، ولا نصادر حق حد في التعليق عليها، ولا نصادر حق حد في الرفض منها، هذا عمل بشري وكذا. ومن باب أولى ما صادروش حق بيطعن فيها، إحنا ما قلنا هي كاملة مكملة ولا تربي رغبات كل الأشخاص وكل طرف في ليبيا، هي حاولت أن تجمع بين كل التناقضات اللي. لكن هناك مادة يا دكتور فتح الله تمنع الطعن في مزدوج الجنسية، وكأنك وضعتها شرطا ومنعتها إجراء. يا سيد النص موجود في الجولة الأولى تمنع، في الجولة الثانية لا، النص واضح، اقرأ النصوص جيدا. في الجولة الأولى تدخل الكل، في الجولة الثانية لا يدخل أي واحد لا توفى فيه هذه الشروط. أنت تجادل في نص واضح وصريح. أنت اللي بيفوز رئيس في الجولة الأولى ولا في الجولة الثانية؟ اللي بيفوز في الجولة الثانية رئيس ليبيا، مش في الجولة الأولى. الجولة الأولى مسابقة تصفيات للجميع، لأنك أنت تراعي في واقع معين تكلموا عن الجماعة. في الجولة الثانية إما تقدم طعن أنت إذا كانك دليل على أن فتح الله يحمل جنسية ولا محمد، هو يقدم قرار، لم يقدم قرار من محرر عقود، وحتى لو كان تبت غير صحته فهو مزور. وحتى ورئيس الدولة حتى في التعديل الدستوري من ضمن مجلس الشيوخ أنه إذا ارتكب جريمة يعني جريمة يعني جناية عمدية أو جنحة، فهمت ولا، هو يحاسب لأنه تزوير، وهذه جناية حمدية تزوير لأي مستند رسمي. والآخرين الخصوم، أنت فتح الله ولا محمد عنده خصوم، هم يقدموا مثلا السيد صلاح يقدم لنا جواز لفتح الله، عنده جواز سويدي ولا أمريكي ولا ألماني ولا كذا، هي ما هي محصورة علي أنا نقدم اللي مترشح فقط. طيب الطعون ما بيقع، أنت هل تتصور أن شخص يقدم طعن ضد نفسه؟ يا جماعة خلوا الأمور شوي بسطوا حتى للناس، مش معقول كلامها. طيب. في بعض الكلام طيب. وبعد المسوغات سيد صلاح طبعا انا بجيب، اسمع انا بجيب حاله جنائيه، انا بنقدم على وظيفه، انا اللي بنقدم الصور وشهاده الميلاد والحاله الجنائيه، انا بقدم انا المترشح المفوضيه طبي مستندات حتى تاريخ ميلادك اذا كان انت ما عندكش، كيف تثبت انك انت عمرك كذا ولا كذا؟ يعني كلام طبيعي وبسيط جدا، يعني لا يحتاج حتى لنقاش صراحه. يعني طيب دكتور فتح الله سنعود اليك مره اخرى لتستمع على الاقل لاراء الضيوف، ومن ثم لك كل البراح والوقت للتعليق عليها كونك أحد أعضاء لجنة الستة زائد ستة. سيد صالح فحيمة، ذكرت لي بأن معظم أعضاء مجلس النواب مع مخرجات ستة زائد ستة، لكن هناك حديث يجري على لسان الناطق باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق يتحدث على أنه جرى التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق لضمان تنفيذها، وبالتالي كأن كلام عقيلة هو الذي مضى وهو الأعلى، وأنه لا إلزام لعمل لجنة 6 زائد 6 ويجب العودة مرة أخرى للقاعدة ومن ثم مجلس النواب للتوافق عليها وإصدارها. لا، هو طبعا اول مجلس النواب ليس له علاقه، يعني ذكرت ذلك في مداخلتي السابقه، مجلس النواب ليس له علاقه بين 6 زائد 6، الاصدار هو من صلاحيات رئيس مجلس النواب. عندما تحال يعني حتى ما تمرش على اللجنه لانها غير محتاجه لتصويت، هي محتاجه فقط للاصدار، يعني التوقيع عليها ونشرها في الجريده الرسميه، هذا ما تحتاجه القوانين وفقا للنص الدستوري، هذا اولا. ثانيا انا تحدثت عن ان المعارضين هم قله وهذا بالفعل، ولكن قلت لك في فئتين اخرين، الفئه التي توافق بدون قيد او شرط، والفئه الاكبر اللي هي توافق مع الشروط. يعني فهؤلاء مع المعارضين شكلوا العدد الاكبر وصوتوا على تشكيل اللجنه، يعني ما اعتقدش ان الامر فهم في الصعب يعني. طيب لكن استاذ صالح فحيمه، يعني هناك نقطه لربما تثير في الرأي العام، كيف لمجلس النواب أن يصدر قوانين ويصدر تعديلات ومن ثم يتراجع عنها هكذا بلمح البصر؟ التعديل 13 كان واضح بأن عمل اللجنة نهائي وملزم، وهذا ما أكدت حتى حضرتك مرارا وتكرارا من خلال مداخلاتك مع ليبيا الأحرار، كيف بعد ذلك يتراجع المجلس عن هذا الأمر؟ وهي ليست المرة الأولى التي يقوم مجلس النواب بإصدار بعض التعديلات والقوانين ومن المفترض أن تكون نهائية ومن ثم ينقص عليها. هو بالفعل ملزم، ولكن ليش ناخذ يعني جزء من النص وسيب الجزء الآخر؟ الجزء الأهم هو إصدار القوانين، حتى إصدار القوانين ملزم، يعني لما اللجنة 6 زائد 6
يعني تقوم بإقرار هذه القوانين، وكأنها أخذت دور مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، ولكن تركت للرئيس، رئيس مجلس النواب تحديدا أو رئاسة مجلس النواب يعني أقول يعني اللمسة الأخيرة على هذه القوانين وهي الإصدار. عندما يقال أن أعمالها نهائية بشرط أن تصدر عن مجلس النواب بدون تعديل، فهذا يعني أن هنالك خطوة أخيرة ونهائية واجبة، وإن لم تكن واجبة لتذكر في هذا النص، وهي إصدار هذه القوانين. سيد عاجل صالح، لكن النص واضح يا أستاذ صالح، يعتمدها مجلس النواب ممثل في الرئاسة دون أي تعديل، هكذا النص في التعديل الثالث عشر. يصدرها مجلس النواب، يصدرها مجلس النواب دون التعديل، صحيح. نعم. لو لم يكن إصدارها ملزم لكان النص كالتالي: يصدرها أو تصدرها لجنة 6+6 وتدخل التنفيذ مباشرة مثلا، ولكن الإصدار عندما المشرع وضع هذا النص وضع شرط أو شرطين. الشرط الأول أن تقر هذه القوانين من اللجنة 6+6، الشرط الثاني هو إصدارها من الرئاسة. ليش نحن متمسكين بالإقرار؟ الإقرار انتهى في الخطوة الأولى، في خطوة ثانية لم تنتهي، هنالك وجهة نظر لدى السيد رئيس مجلس النواب. وبالمناسبة أنا يعني كأني يعني أشعر بأن هذه المرة، لأن مجلس النواب لم يعترض واعترضت الأطراف الأخرى، كأننا نحاول إقحام مجلس النواب ويراد له أن يكون ليس هكذا يعني ليست هكذا الصورة أستاذ صالح، بل على العكس ما يفهمه على الأقل المراقبين والمتابعين والرأي العام أن مجلس الأعلى للدولة ممثل في لجنته أحالت القوانين لكم، والمعرقل اليوم والعائق متمثل في مجلس النواب سواء كان بالأغلبية أو بالأقلية. أنا يا سيد محمد بالله خليني أقول لك، أنا قلت لك وذكرت لك وأنا مسؤول عن كلامي، قلت لك مجلس النواب غير معترض على هذه القوانين. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللي يقول عليها السيد فتح الله أنها كانت حاضرة، وأنا أؤكد أنها كانت حاضرة، لأن حتى زملائنا في مجلس النواب أعضاء لجنة 6+6 تأكدوا لنا هذا الأمر. اليوم بعثت لنا أكثر من على الأقل أكثر من 10 ملاحظات على هذه القوانين، صحيح هي قوانين يعني ملاحظات في يعني في جزء منها ملاحظات قيمة وأساسية، ولكن وين كانت لما كانت يعني حاضرة في اجتماعات اللجنة؟ أنا أشك أن الـ يعني هذه القوانين بصرف النظر عن كونها يعني قابلة للتنفيذ أو غير قابلة للتنفيذ، لكن لا يوجد توافق، تنافسة أصبحنا نقشة حتى على القبول بالنتائج، نتائج الانتخابات. فمجلس النواب اليوم قاد بها كما هي، إذا ما قابلت بها كل الأطراف سوف يقوم السيد رئيس مجلس النواب، وأنا أؤكد ذلك، حتى ولو تحت الضغط بإصدار هذه القوانين، ولكن نتيجة للرفض الموجود السيد عاجل صالح يتأنى، و يعني قام مجلس النواب اليوم بتشكيل هذه اللجنة أو بتخويل الرئاسة بتشكيل هذه اللجنة للاستماع لجميع الأطراف. طيب تفضل بالبقاء معي سيد صالح، أعود إليك مرة أخرى سيد خالد ترجمان، وعذرا لك لأن الخلل من المصدر وليس عندنا على الأقل في مسألة الصوت. تحدثت عن أن الإشكال هو سياسي وليس إشكال قانوني، وأن هناك قوة أمر واقع اليوم في ليبيا ممثلة مثلا في مسألة رئاسة المجلس وإصدار القرار. عندما تنص بالعودة لذات الاستفهام القوانين على استقالة العسكري بقوة القانون فور قبول ترشحي دون الحديث عن رجوعه للعمل، وهي نقطة سياسية أستاذ خالد ترجمان، هل تعتبر في صالح المشهد وستحرز تقدما من نوع ما، أم أنها ضده ونقطة معرقلة أخرى تضاف لباقي النقاط المتعددة؟ لما أسمعك جيدا سيد محمد. طيب ذات الاستفهام الآن تسمعني بشكل جيد أستاذ خالد ترجمان، هل الصوت واضح؟ نعم. لك أستاذ خالد. طيب سأعود إليك بعد السيد صلاح البكوش أستاذ خالد لنعالج هذه المشكلة مرة أخرى، المشكلة ليست من عندنا، المشكلة من المصدر، سنحاول حلها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وعذرا لك لأن الأمر خارج عن إرادتنا أستاذ خالد ترجمان. سيد صلاح البكوش،
استمعت لحديث السيد السريري وأيضا حديث السيد صالح فحيمة، بالنظر لكل هذه التطورات إلى أين سيسير المشهد؟ المشهد يسير إلى التعقيد أكثر، وما يقوله السيد السريري غير منطقي، أن كل شيء بسيط وما تحتاجش ومش عارف شنو. لا لا يا سيد السريري، يعني شنو نحن قاعدين هنا تلاميذ باش نقول لنا هذه حاجة بسيطة المفروض نفوتوها؟ يعني أنت يعني ما هي الحكمة من أنك أنت ما تسمحش للمواطن أنه يطعن من الجولة الأولى، مدام أنت قلت لا يسمح للمزدوجي الجنسية؟ ليش؟ وبعدين أنت النص الدستوري التعديل الثالث عشر في المادة 31 يمنع الطعن، والمحكمة العليا قالت لك ما فيش حد يقدر يقيد القضاء، ما تقدرش تجي المواطن تقول له ما تمشيش انت في الوقت هذا ما تمشيش تطعن، وفي المادة هذيك ما تقدرش تطعن، وهذيك ما تقدرش تمشي القضاء. كيف هذه؟ يعني لما الواحد يقرأ النص اللي حطيتوه انتو يقعد يقول كيف مزدوجي الجنسية يجيب لي إفادة من محرر عقود؟ يعني إفادة من محرر عقود هذه تثبت بأن ما عنديش جنسية؟ هذا وين؟ هذا وين المسؤولية؟ أنتوا قلتوا لي عشان اسمع باش تثبت ان عندك 40 سنة تجيب لنا شهادة ميلاد من السجل المدني، هذه تقول لها يمشي المحرر عقود في شارعنا؟ يعني وين هذه؟ ولكن عموما هكذا نقاش يصب في مصلحة مجلس الدولة ومجلس النواب هو أن نناقش التفاصيل. القضية أكبر من ذلك، القضية هي أن مجلس الدولة ومجلس النواب عقيلة صالح والمشري تعليماتهم لأعضاء 6+6 هي ديروا أي حاجة باش تسكتوا بها الناس اللي نادوا بانتخابات ومررونا حكومة جديدة، هذا هو الهدف الرئيسي. لكن اللجنة خالفت رؤسائها، خالفت المشري وعقيلة. كيف؟ بإصدارها القوانين أو على الأقل التوافق على القوانين. قوانين شنو؟ قوانين معيبة، قوانين لا يمكن تطبيقها. مو حكى لك سيدي القصة يا سيدي، نرضي شخص أو اثنين. شوف في العقود في العقود لا يكفي أن يكون العقد منمق وكذا، في حاجة مهمة اللي هي enforceability، هل يمكن تنفيذه أم لا؟ أنت كيف تقدر تنفذ قانون يقول لك أن الانتخابات البرلمانية على أساس مش عارف الجغرافيا والله يسموا فيها المساحة والسكان، وبعدين يجيك يقول لك السكان 30,000 باهي، والجغرافيا نفر على المترو، عضو على كل 100 مترو، عضو على شنو حاجات، يعني لما تجي تقرأ تقول هادو ناس قانونيين ومسيسين وفي المشهد يحطوا في حاجات متناقضة، حاجات هلامية غير واضحة. يعني يجيك في مادة يقول لك أوكي يستقيل، يعتبر مستقيلا، ومادة واحدة أخرى مش عارف والله بتاع الجنسية غير جيب لنا إفادة من محرر عقود. أنا أعتقد أنه سوف لن تحدث انتخابات ما دام الأمر في يد مجلس الدولة ومجلس النواب، وأساس ذلك هو أن هناك تضارب في المصالح، ليس من مصلحة مجلس الدولة ومجلس النواب وعقيلة صالح والمشري أن تقوم انتخابات تزيحهم المشهد وبيمشوا بعدين. عارف كيف؟ ولهذا القضية كلها إلهاء الجميع والذهاب إلى حكومة، ولهذا يجب إن كنا نحرص على ليبيا أن لا نسمح لمجلس النواب ومجلس الدولة وعقيلة والمشري بتشكيل حكومة مهما كان الثمن، وهناك حلول كثيرة لتشكيل حكومة إذا أردنا تشكيل حكومة لإشراف على انتخابات دون الرجوع لمجلس الدولة ومجلس النواب. نقطة أخيرة بس في عجالة رجاء حتى تحول سيد ترجمان، نقطة أخيرة، ما فتح الله ولا وش اسمه فحيمة اعطيتهم قريب ربع ساعه ربع ساعه سنعطيك سيد صالح سنعطيك ونمدد، اهم حاجه انت تكون تو انجزها كانت طيب تفضل. شوف الانتخابات يجب ان نطلب رسميا من الامم المتحده
إضافة مهمة الإشراف على الانتخابات لمهام البعثة، لأن عملية الإشراف تختلف عن عملية المراقبة وتختلف عن عملية اعتماد الانتخابات. الإشراف يأخذ العملية من هذين المجلسين البائسين اللي هم متحكمين في المشهد على مدى أكثر من 10 طيب. سنوات ويضعها على الطريق الصحيح. التحول للسيد خالد ترجمان، ومن ثم أعطي حق الرد والتوضيح مرة أخرى للسيد فتح الله السريري. تسمعني بشكل واضح الآن أستاذ خالد؟ أستاذ خالد ترجمان، نعم. طيب نعم. أنت ذكرت بأن الإشكال ليس قانوني وإنما إشكال سياسي، هل من ضمن الإشكالات السياسية هي النقطة المتعلقة بترشح العسكري ومزدوج الجنسية، وهل تراها تصب في صالح العملية الانتخابية أم لا؟ دعني أوضح لك أمر أكثر أهمية، أن الإشكال الحقيقي هو ماذا تريد الدول التي هيمنت على المشهد منذ انتصار ثورة فبراير إلى الآن؟ إلى أين ستقودنا هذه الدول؟ هل تعتقد أن لدى كل هؤلاء الإرادة التي يمكن أن تنتج واقعا نذهب به إلى ما نريد، نعبر به جسر هذه الانتخابات؟ الانتخابات ليست هي يعني المقصودة في ذاتها، الانتخابات ستوصلنا إلى مرحلة قد نبدأ في بناء دولة أو لا نبدأ، ثم هذه الانتخابات التي هناك الكثير من اللغط عليها، هل ستكون رئاسية برلمانية؟ البرلمانية أصبحت بدل غرفة واحدة غرفتين، هناك اعتراض كبير، لا أدري الصوت لم يصل إليكم فيها، لا أقصد الصوت الآن تحدث، ولكن الصوت لم يصل إليكم فيها، هناك اعتراض كيف يتحول تتحول السلطة الشرعية إلى غرفتين، من امتلك هذا القرار ويضع إحداهما في غرب البلاد والأخرى في شرق البلاد؟ هناك الكثير من يعني المفخخات في هذه المسألة، ليست المسألة في مزدوجي الجنسية وفي العسكريين أو حتى في يعني ابن القذافي الذي وضع كقنبلة أخرى موقوتة بشكل أو آخر، على الرغم من عدم إمكانية قبول حتى أولئك الذين يدعون بأنهم من الخضر، سواء الذين كانوا فارين وعادوا أو الذين تماشوا وتماهوا معنا هنا في ليبيا لم يتفقوا عليه، وبالتالي هذه المسائل ترشح سيف الإسلام، ترشح العسكريين، المسائل هذه أنا أراها كلها في إطار هذه الدوائر التي ندور فيها منذ 2011 حتى الآن، بدأت بخطاب هيلاري كلينتون عندما جاءتنا إلى طرابلس وتحدثت على الفوضى الخلاقة، وانتهينا بالعشرية التي تراها الولايات المتحدة بأنها تحتاج إليها بعض الدول من ضمنها ليبيا كي تتمكن من الذهاب إلى بناء الدولة. هذه المسائل هي المسائل الأكثر أهمية، هو قدرة هذه الدول على التعامل معنا، إضافة إلى التواجد الروسي في المشهد الليبي بقوة، ولعل الاجتماع الذي نوه عنه ودعا إليه المندوب الروسي لمجلس الأمن وأصر أن تكون لروسيا دور في المشهد الليبي، كل ذلك هو الجدير بالحديث. أما الحديث عن ما حدث في بوزنيقة وما يقوله مجلس النواب وما تحدث به عقيلة، ثم هذه اللجنة التي تم إنشاؤها تم إقرارها أن تنشأ من قبل المجلس الرئاسي، كل ذلك في هذا الإطار الذي تحدث عنه سيد صلاح بأنه مسألة لعدم الذهاب للانتخابات أساسا، مسألة لإلهاء الليبيين بعدم الذهاب للانتخابات، هذا هو الذي يحدث واقعيا، ليس هناك إرادة داخلية إرادة ليبية للخروج من عنق الزجاجة.
الإرادة مفقودة بفعل التأثيرات الدولية، بفعل المصالح المشتركة ما بين التأثيرات الدولية والمتواجدون على المشهد الليبي، بكل هذه اللخطبيطة التي نعيشها ليس هناك من أمل على الأقل خلال الفترة القادمة للذهاب للانتخابات. ربما سننتظر العشر سنوات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، طيب أو انتهاء الصراع الروسي الأمريكي سواء كان في القارة الإفريقية أو في أوكرانيا أو غيره. فهذه الأحداث إلى أين تقودنا؟ المسألة ليست فيما صادره لجنة بوزنيغا وهل يمكن الذهاب وأن تصبح هذه قوانين نافذة أو غير نافذة. إن كانت قوانين نافذة من سينفذها؟ طيب ثم بعد ذلك اسمح لي سيد خالد الترجمان، جدلا أن ذهبنا إلى هذه الانتخابات، من هو الذي سيقبل بنتائجها في ظل هذا؟ سأتي على هذه النقطة، أنا أعطيتك المساحة سيد خالد الترجمان، وإن كانت بعض النقاط بعيدة على 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 السؤال الذي كان محدد في أكثر من مناسبة، لكن لأن هناك مشكلة فنية فأرتأيت على الأقل أن أعطيك المساحة لتعلق على كل ما جرى من حديث الضيوف والتفاعل معهم. سيد فتح الله السريري، هناك نقطة أثارها سيد صلاح البكوش، مسألة يعني لماذا جعلتم شرط التوافق على الحكومة أو تسمية الحكومة شرطا للانتخابات؟ لماذا ربطتم بين الانتخابات والحكومة الجديدة؟ لا، أنا لابد أن أعلق لك على بعض المسائل. السيد صلاح يقول الموضوع غير منطقي. لا، منطقي وغير منطقي أحيانا اللي يطرح فيه، لما يقول لي شهادة محرر عقود ويقول لي أنت بتقدم لي وظيفة من المستندات بيقدمها شهادة بلادك، يعني تمام بوش تجعود في كلام، والله أنا مفروض ما نقوله ولا نتحدث فيه في هذا الإطار على الإطلاق. اي واحد بيتقدم لي مترشح من اللي بيقدم لي الملف بتاعه في مستندات، قرار ذمه ماليه، خلو من السوابه، شهاده مين، كيف يعني كلام هذا معقول؟ وهذا يقول غير منطق. والموضوع بسيط، قولي لا انت الان في المحكمه الاوروبيه الان لحقوق الانسان لن تقبل منك طعن اذا ما استنفذتش الاجراءات المحليه، شيء طبيعي. اذا كانوا ما يعرفش القوانين، خلينا نقول لا، اذا في قوانين انك حتى قدام المحاكم الجزئيه في المدن لا معلش لا وضحنا، خليني نكمل صراحة. انك لا تستطيع ان انت لا تستطيع ان تقدم طعن امام محكمه جزئيه حتى تستفيد، معلش انت لا تستطيع ان تقدم طعن امام محكمه جزئيه في عقار ولا في كذا وبعض المنازعات لين تستنفذ الاجراءات المحليه من مختار المحله وكذا، شيء طبيعي. انت تبي تطعن، انا اعطيتك مساحه، انت ما تبيش تطعن في الجوله الاولى اطعن في الجوله الثانيه، وعد نفسك وجيب لنا الوثائق، انت يا سيد صلاح وغيرك ضد فتح الله ولا محمد، وقول هذا عنده جنسيه، الموضوع مش شاد لمحرر عقود فقط، هذه مساله من المسائل. الصادق واللي كذا يبري دمته انه ما عنده شهاده، شيء طبيعي. ما تقوليش والله لا، يعني كيف الكلام هذا؟ ثم اللجنه هل هي مسؤوله عن التنفيذ؟ مش مسؤوله عن التنفيذ لجنه السته زائد سته، هي اذا كان مجلس النواب ومجلس الدوله انجزوا يقول لا يبوا يقعدوا، اذا كان ما اجتمعوش وداروا اللجان وما انجزوش يقولوا لا والله اذا ما يبوش انتخابات. ثم مجلس النواب الان قولي دار لجنه ولا دار للاحزاب، مجلس النواب هو من اقر التعديل الدستوري، الان البعض يناقش في موضوع التعديل الدستوري، احنا موضوع التعديل الدستوري تجاوزناه، نتكلموا في مخرجات اللجنه. التعديل الدستوري حتى السيد عقيله قلنا هو اللي اصدر وعرف انه نهائي ملزمه وعليه الاصدار، والاصدار عمل اداري فني يصدر هو بصفته وليس يعني بشخصه، تمام. لم يجي يقول احنا درنا لجنه بتتواصل عمالة اللجنه، انت اعضاء لجنه سته من مجلس النواب منتخبين انتخاب وعلى 3-2-2-2، يعني انت وفي تواصل مع كل الاعضاء وفي تواصل مع رئاسه المجلس، يعني شنو يعني المستجدات؟ انت هذا نص دستوري تقول لي انت يلغي قرار، اي برا دير تعديل دستوري جديد، واحنا ما قلنا هذه نهايه ليبيا راه اعمال اللجنه، معلش خلينا نتكلم بصراحه، احنا ما قلنا هذه نهايه ليبيا لا من حيث الدستور ولا الانتخابات. اذا مجلس النواب ممكن يدير تعديل دستوري ولا يدير لجنه اخرى ويفتح المسار والنقاشات، وخلي السيد صلاح البكوش يقدم لنا شو اللي يصير في ليبيا وش اللي يصير في القانون. ليتفاعل معك سيد صلاح في هذه النقطه على الاقل دكتور فتح الله، صراحه غير اسمعني شويه يا سيد محمد، انت لما تجي تقول في مسائل واضحه وصريحه، انت اطعن ما اقولكش ما فيش طعون، الان في طعون ترحل، يعني في الاستئناف احيانا بعض المسائل تؤجل، شنو فيها من مشكل؟ بس انت عندك براعه اطعن في، انت اثبت انت مش خصم لي فتح الله، انت مش خصم لي محمد، اثبت عندك جنسيه، هذا من حقك انت كمترشح.
مش تشدني فيها هذه واحدة من الأشياء بس وسيلة من الوسائل. دكتور فتح الله موضوع محرر العقود. اسمح لي اسمح لي تفضل بالبقاء معي. ما تقعد تضيع الحلقة في كلامك. اسمح لي دكتور فتح الله سعود إليك. خليني أقول لك النقطة. دكتور فتح الله دقيقة. خليني أقول لك النقطة سعود إليك. خليني أقول لك النقطة. خليني أقول لك النقطة. طيب خليني أقول لك النقطة توا شنية. النقطة شنية. أولا بخصوص الطاعون وإن كم أنتم ما تخلوش في الطاعون عدي أقرأ التعليق اللي دار الدكتور جمعة الزريقي على المادة 31 في التعديل 13 وأعتقد أن الجميع يعرف من هو الدكتور جمعة الزريقي ومدى مصداقيته. ثانيا يعني ليش أنت في الجولة الأولى تطلب عطيني عمرك جيب لي شهادة ميلاد باي ليش ما خليتهمش حتى هم يمشوا خلاص وبعدين توا نمسكون في الجولة الثانية كيف ما درت مع مزدوجي الجنسية. مزدوجي الجنسية قلت ما تقدم شيء في الجولة الأولى. ليش؟ شنو الحكمة؟ بش تعرف مدى التدليس ومدى الاستهزاء بالليبيين اللي درتوه في بوزنيقة. خلي نقول لك لا يعني خلينا نكمل لك رجاء سيد صلاح تكلم يا صلاح دقيقه تكلم في المضمون دكتور فتح الله اسمع معلش ما تقولش تدليس وتطلع على تكلم خلينا نكمل لك دقيقه رجاء سيد صلاح رجاء خلينا نكمل صراحه يعني دكتور فتح الله كلام سعودي معلش خلينا نكمل القانون وكذا احنا نحترم الزريقي واحنا اثرت القانون خلينا نكمل في القانون وما تقوليش ليش خلينا نكمل الميلاد معلش شهاده الميلاد اسمع شهاده الميلاد ليست محل خصومة ويعرفون أنتم من جهة تقولوا الموضوع مش طالبها بس أنت طالب شهادة ميلاد أصلية أنت طالب شهادة ميلاد أصلية أنت اللي عند جنسية عدي اثبتها يا صلاح طلع على جوازة توع الإعلام لماذا لا تثبت عدم حصولي على الجنسية طلع على جوازة الإعلام شنو مشكلتك لنجيب على هذه النقطة دكتور فتح الله ناخذها نقطة دكتور فتح الله النقطة التي أكرتها لماذا ليش تدوخ الليبيين وببساطه الليبيين بخطا رجاء دكتور قدم لي جواز انت محمد زينوب بان عنده جنسيه طلعت اول الاعلام فيها مشكله صلاح ليست هناك مشكله دكتور فتح الله طلع لي جواز الى امريكا لناخذ النقاش نقطه يا دكتور فتح الله سرير لو كنت تسمعني بشكل واضح رجاء دكتور فتح الله حتى يستفيد المتلقي من الحديث يقول لك مساله المزدوجي الجنسيه ليش ما تمشي وتثبت على اي شخص انه يحمل جنسيه اخرى وبالتالي هذه النقطة مسموح الطعن فيها كما يتحدث السرير. لا ما هو الطعون هي كم يوم الطعون؟ أنت عدي أقرأ الطعون. الطعون يعدوا فيها بالساعات 48 ساعة في الجولة الأولى؟ هل يسمح بالطعون في الجولة الأولى؟ عندك 48 ساعة ولا 72 ساعة بيش تطعن. شفت كيف المؤامرة اللي محبوكة في بوزنيقة؟ شنو قال لك؟ قال لك امشي المحرر عقود انا عارف ان شوف دكتور فتح الله خليه يعبر ونعود اليك يا دكتور فتح الله رجاء شوف شوف خليني نتكلم خليني نتكلم اسكت يا راجل شويه رجاء يا دكتور فتح الله اسكت شويه يا راجل دقيقه يا سيد صلاح اسكت شويه خليني نكمل عارف يوجع فيك السيد يوجع فيك سريري لو كان يسمعني بشكل واضح دكتور فتح الله ارجو ان يتسع صدرك لحديث الضيوف يعني بغض النظر عن أي لفظة هو يطلقها ما لم تكن خادشة للحياة ما لم تكن يعني فيها شخصنا لك وأنت سيد العارفين في المسائل القانونية وغير ذلك ومن ثم سأعطيك المساحة حتى يستفيد المشاهد اسمح للسيد البكوش أن ينتقد ويتفاعل ومن ثم السيد الترجمان وأعود إليك مرة أخرى دكتور فتح الله لإعطائك كل المساحة للرد رجاء دكتور فتح الله حتى أتمكن من تنظيم النقاش كلمة مؤامرة أو كلمات أخرى هي ليست يعني شخصية وليست نقطة على الأقل تنتقص من قدرك رجاء أستاذ فتح الله تفضل سيد صلاح جميع أعضاء اللجنة بما فيهم السريري يعرفون بأن يا راجل اسكت دقيقة يا سيد صلاح يا سيد السريري رجاء دقيقة واحدة فقط جميع أعضاء اللجنة حتى بما فيهم السريري أنت لك 20 عام بما فيهم السريري بما فيهم السريري يعرفون بأن أوراق المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا وبإقرار محامي حفتر يقول بأن لديه الجنسية الأمريكية تمشي تقول له جيب لي إفادة من محرر عقود في ليبيا في بنغازي هذا كيف تثبت بأن ما عنده الجنسية وبعدين تعطيني أنا أني نمشي نطعن في بنغازي خلال 72 ساعة ولا يومين يعني وين هذا
هذه ولكن شوف هم عارفين ان هذا انما يصير يعني يا اما هدي او جيب لنا من الدوله الاجنبيه ما يفيد بان ما عندكش جنسيه تنازلت عنها. شوف الخيارات، ها يا تمشي لمحرر عقود في زنقه مش عارف من والعقيب ولا مش عارف شنو وجيب لنا افاده، ولا تجيب لنا افاده من دوله اجنبيه. يعني ما بتضحكوا على من؟ بتضحكوا على من؟ يعني مجرد انكم تبي تقولوا للناس نحن قانونيين ونحن كذا ونحن اعضاء مجلس دوله، معناها نسمحوا لكم تمروا اللي تبوه؟ لا مش حيصير يا فتح الله، هذا مش حيصير، وحتنفجر فيكم هذه القوانين هذه، وحتعرف في تاريخ ليبيا بالعار الذي اتفقتم عليه. ما تنازل كمش مجلس النواب على مليم، انتوا قدمتوا كل التنازلات. طيب اعود مره اخرى لك سيد فتح الله السريري للرد على الاقل للنقاط التي ذكرها الان السيد صلاح البكوش، ولك البراح في مساله الرد عليها. وانوه مشاهدينا الى ان هناك خلل فني من المصدر في مساله التواصل مع السيد خالد ترجمان الذي لم نستمع اليه حقيقه، ونتمنى أن يتداخل معنا حتى ولو بشكل هاتفي حتى نسمع رأيه في مخرجات لجنة 6+6. تفضل سيد فتح الله السريري، لك الهواء. أنا أعتذر على الانفعال أولا، ولكن يا سيد صلاة احنا الموضوع ليس مرتبط بالشخص المترشح قدم وثيقة، أنت كناخب ولا طاعة أن تستطيع أن تثبت اللي تحكي عنه أنت. أنت ليش حاصر الموضوع في العقود وفيه هو يثبت؟ أنا خصم لك أنت سيد صلاح، نجيب نثبت بأن السيد صلاح البكوش عنده جواز إسباني، عنده جنسية هولندية، مش مرتبطة بي أنا فقط. هي ليش أنت تحصر فيه في الموضوع؟ هو تكاسل، هو مش راح يقدم ضده مسترد معين، فأنت كناخب من حقك في الجولة الثانية تقدم. أما تقول لي ليش في الجولة الأولى؟ أنت في واقع سياسي ما تقدرش فيه حل. أنتم من جهة تقولوا أنه والله لابد تراعوا الواقع السياسي والظروف اللي موجودة، في ظروف معروفة من اللي موجود ومن اللي مش موجود على الساحة ومن ممثل في كل المكان. يعني احنا نعيش في الواقع ولا خارج الواقع؟ ثم مجلس النواب احنا ما نخصوم لي، احنا ندوروا في حل ليبيا، واحنا لسنا بطاء الاستاذ جامعي واللي محامي واللي تاجر يرجع لعمله في النهاية، عايشين قبل مجلس النواب والدولة وراح نعيشوا بعده، والأرزاق بيد الله وما عندنا شيء آخر. قصدي أنا ما نمش تخل نخط المواضيع لتكون في إطار النقاش القانوني اللي يستفاد منه. احنا في تعديل دستوري، الاخوه النواب مفروض كان يعتذروا عن تعديل دستوري. لما تقول لي انت الان حتى على المقاعد البعض يحتج من ضمن مجلس النواب، يا سيدي يا محترم يا عضو، انت راك قيدت اللجنه قلت كل 30 مواطن، كل 30,000 مواطن عنده مقعد. السجل المدني جاب لي مدينه بنغازي فيها مليون، انت بتقسمها على 30. شندار صلاح البكوش جاب حاجه دهها من الوقت. دكتور فتح الله، لماذا ربطتم الانتخابات بالحكومه؟ الجغرافيا معلش دكتور فتح الله، حتى لا الحكومه انا ما ربطنا، اسمعني معلش. الحكومه احنا لم نق احنا انت الان هل تتصور الان اجراء انتخابات مش كلمة على الواقع؟ هل تتصور انت الان اجراءات انتخابات بدون حكومه واحده؟ احنا تكلمنا عنها من باب ضمان اللي تحكوا عنه انت، ضمان نجاح الانتخابات. انت يا سيد محمد او فتح الله تبي حكومه تدير الانتخابات، خلاص برا دير حكومه تمثل ليبيا كلها، باش كنت مش كلمة عن انتخابات وامكانيتها ونزاهتها وشفافيتها. انا النص اللي اقترحته شخصيا انه كان من باب ضمان الشفافيه، انه يكون في حكومه موحده عليها سين عليها صاد تدمج الحكومات اللي موجوده. احنا مش خصمنا حد ولا شخص، لكن النص كان على حكومه جديده وليس حكومه موحده. لا انتخابات قبل السماح للنواب والدوله بتشكيل حكومة جديدة. حكومة جديدة موحدة، لأنك أنت الحكومات اللي موجودة الآن عندك حكومتين، فلا بد سواء أنت بتخلي الحكومة هذه والله هذه بتدمجن، إذا هي جديدة ولا واحدة، أو واحد يجي يقول لنا بدنا ندير انتخابات وهو حدود طرابلس ولا حدود المنطقة الغربية. أنت ما تدير في انتخابات تشريعية يا محمد يا فتح الله، أنت تدير في انتخابات رئاسية على مستوى البلد. يعني هذا الواقع وهذه التوافقات اللي احنا شفناها وقلنا هؤلاء حتى الحكومة الجديدة ويعد مستقيل مش غير العسكري، حتى المدني مش موظفش. طيب وضحت، اسمح لي أنا أنتقل سيد صلاح البكوش حتى أعود إليك الحكومة الجديدة حتى أتمكن من توزيع الوقت وأخذ النقطة نقطة نقطة. دكتور فتح الله حتى أتمكن رجاء، مسألة الحكومة جاوبك عليها من باب الواقعية والتعاطي مع إنجاز عملية انتخابية متكاملة، يجب أن تكون هناك حكومة موحدة. ولكننا جربنا حكومة موحدة في الصخيرات في 2015 ديسمبر 2015 على أساس أن تقوم تشرف على انتخابات في خلال سنة
وسميناها حكومة الوفاق الوطني واتفق عليها مجلسي النواب والدولة. وش اللي صار؟ اتطربقت، ما صارش انتخابات، وشكل مجلس النواب حكومة موازية برئاسة الثني. في جنيف في 2021 شكلنا حكومة وقالوا لنا لا بندير انتخابات في 24 ديسمبر ونريد حكومة موحدة. شكلنا حكومة موحدة وأعطاها مجلس النواب الثقة ب 132 صوت مقابل امتناع 2. وما الذي حدث؟ فشل الاتفاق. وأتى حفتر بعد شهر من إعطاء الحكومة الثقة ب 132 صوت ومنع رئيس الحكومة من دخول بنغازي وأسس مجلس النواب حكومة موازية. توت بتجينا وتقولنا خلونا، طبعا هو الكلام جوا في الواحد بأسسها بمجلس الدولة ومجلس النواب، هذه كلها العملية هي عليش هيك بشيء أسس حكومة. أما ليش مجلس الدولة أو المشري قرر بأن يعطي عقيلة ليبي؟ يعني مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ عقيلة نشر التعديل الثالث عشر في الجريدة الرسمية قبل لا يناقشه ويوافق عليه مجلس الدولة وما شاورش مجلس الدولة فيه. طيب هذا هو الواقع. فلذلك يجب أن نعرف تماما الآن تجربة 9 سنوات مع مجلس النواب، سنعود لهذه النقطة، وعشر سنوات حتى نأخذ النقاش على الأقل والجدل الحاصل نقطة نقطة. دكتور فتح الله، هناك نقطة أخرى بالحديث عن عقيلة صالح. اليوم في لقاء متلفز بث على قناة مصرية تحدث أنه إذا لم تتفق لجنة 6+6، هذا في حديثنا أن عقيلة نسف كل أعمالكم على القوانين الانتخابية، سنوجه مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس سابقا. يفهم البعض من هكذا التصريح بأن مجلس النواب يصر على المضي منفردا في صياغة القوانين الانتخابية. يا سيد محمد، القوانين الأول، القوانين الانتخابية هي بطبيعتها قوانين مؤقتة، بمجرد أن تنتهي العملية الانتخابية تنتهي، تبقى في الأرشيف ولا تعني أي شيء. ثم القوانين اللي نشرها السيد عقيلة، هل نسى ولا تناسى أن نشرها بعد إجراء تعديل دستوري؟ يعني التعديل الدستوري أنهى كل ما تحدث عنه من القوانين السابقة. يعني خلونا في أمور واضحة يا شباب يا إخوة وصريحة. دكتور فتح الله، يقول فتح الله هو قانون، واخدين منك الشفافية رجاء دكتور فتح الله. يعني في نقطة، في نقطة بنحسمها معك دكتور فتح الله سرير رجاء. يعني أنت تتعامل بشكل شفاف وواضح وأحد أعضاء لجنة 6 والليبيون ينتظرون الكثير على الأقل كانوا منكم. السؤال واضح، ما الذي جرى في بوزنيقة حتى تراجع عقيلة صالح على ما توافق عليه سابقا مع خالد المشري؟ ماذا عن 9 شروط التي قدمها عقيلة صالح؟ ولماذا لم يخرج لا هو ولا المشري في الخلفية معكم حتى في صورة تذكارية بعيدا عن التوقيع على ما توافقتم عليه؟ أرجو أن نجد إجابة لهذا السؤال. يا سيد محمد، احنا قلنا وجود عقيلة ووجود السفراء هو خارج عن عمل اللجنة، هو بروتوكولات الدولة المضيفة هي التي قالت احنا بندعو السفراء وبندعو بتيلي وبندعو كذا. ولا شك ان الدولة المضيفة عندها خصوم ايضا، احنا ما نبوش ندخل برات في مسائل اخرى. احنا هو العمل انجز والعمل نهائي والعمل وقع من اللجنة وكان من يوم السبت تعلن. الاخوة المغاربة عندهم ترتيب، انت ضيفك بتحترمه، هو عنده عمل على المستوى الداخلي وعنده المستوى الاقليمي ويبي يقول نجاح وقدمت عمل. انا ما نقول ليش لا انت، لكن وعقيل اليوم صرح ايضا في الجلسة بان هو ليس له اي دور لا توقيحه ولا المشري، وهذا كلام صحيح وسليم وقانوني. واحنا قلنا لهم انت ما عندكمش دور في هذا الموضوع، ابطاء حضروا مباركة كان انت واحد العقود تم بين الاطراف، العقد ووقع العقد. ليش ما حضرش يا دكتور فتح الله؟ في اشخاص جايين للمباركه مش يوقع، مش يحضر. انا كعضو، انا يا سيد كعضو وكعضو في لجنه انجزت اللي علي، انا كمحرر عقود وقعت عقد بين الاطراف وتم. اللي بيباركوا العمل ما حضروش، العقد ناجز بكل اركانه. هناك امر تم في الخلفيه يا دكتور فتح الله ولاقى عديد التسريبات لدى الراي العام. يعني ما نبيش نخش شيني زي ماذا؟ قول لي زي 9 شروط مادة التي تقدم بها عقيلة صالح، مسألة مزدوجي الجنسية والعسكري مرة أخرى، ضغط ممارس عليه من قبل نجل حفتر بالقاسم، كل هذه التسريبات هي التي تدور في الشارع اليوم. إيه باي تمام، صحيح أم لا؟ هذا اللي نبيه منك فقط، صحيح أم لا دكتور فتح الله؟ إحنا الآن
احنا العبر هو الان عقيله مش شطر حتى الان في ملاحظات وجاء بملاحظات يبيها جوله واحده. فهذه الملاحظات اللجنه لما تدرستها والتقي بالمجلس احنا قلنا خلاص انجزنا مهامنا. وانت يا فتح الله لجنتك متواصله معك ويا خالد لجنتك متواصله معك. احنا اعضاء وعنده حريه واستقلاليه ونقدر الوطن. الوطن ما مخزون في سين وصاد ولا في مجلس النواب بالدوله. انهينا مهامنا وقلنا هذه الشروط الان غير ممكن الان. هذا عملنا انجزناه. طيب طالما ان الحكومه الان في عند الكره في ملعبه اذا هو لا يريد ان يصدر القوانين يا محمد ما يصدرهنش. بيدير تعديل دستور ويلغي لجنه وبيفتح الحوار الليبي هو الليبيين حرين. احنا كمسؤوليتنا طيب. الوطنيه ووفق النصوص القانونيه انجزنا ما علينا وبيجمع. وصلنا لختام الحلقه حتى اتحول للسيد البكوش رجاء دكتور فتح الله مش مسؤول اللجنه. وكنت ارجو منك ان اتحصل على اجابه واضحه على الأقل في مسألة ما الذي جرى في الخلفية وهل ما تقدم به عقيلة صح أم لا. على الأقل في مسألة المزدوجة أنا لم ألتقي بعقيلة يا سيد محمد. اللجنة أسمع معلش اللجنة لم تلتقي بعقيلة ولا أي طرف ما عدا المناظرين لها من اللجنة. طيب فأنا شن علاقتي بما مسألة أخيرة وفي عجالة أنا أعلم. أنا رد عليك أعلم. السيد البكوش في مسألة أن الحكومة جربناها في مرات سابقة ولم تنجح. لماذا تكررون نفس النقطة رغم فشلها؟ باي ما الحل؟ احنا هل نقعدوا بدون حكومه؟ هل ننتظر واحنا السيد طيب. صلاح يقدم حل اي ليبي اخر يقدم حل للحكومه؟ احنا الممارسات صح انا معاه. المشكله حكومه دبيبه للاسف انا كنت يعني مش معقوله انت تعطي حكومه 132 صوت وما تعطيهاش ميزانيه طيب. هذا غير مقبول وغير عادل وانا رافضه طيب. صح في تصرفات كثيره من الجهات غير مقبوله لكن الحل احنا السيد صلاح والغير لما بنديره والمنطقه لما بنديره انتخابات نبوا حكومه سيد حتى على راس السيد صلاح في عجاله. سيد صلاح وصلنا للختام ونسير الى الانتخابات حكومه. انا اطلب بالله يا محمد طلب اخير يا محمد تفضل. اطلب ان الاخوه يناقشوا كيفيه تنفيذ هذه القوانين او ما هي على ولو بنسب معينه. وصلت رسالتك لا تحكم عليه وسنناقشه في حلقات قادمه دكتور فتح الله. نعم نعم دكتور شوف اذا كان بخصوص الحكومه انا ادعو السيد السريري ان يطلع على التعديل الثالث عشر للدستور البنغلاديشي وشوف كيف شكلوا حكومه غير مسيسه. ضروري نطلعوها من مجلس النواب ومجلس الدوله والا بتقمعزوا بعدين. وكيف ما قال الدرسي كل واحد ياخذ قرعته. هذا اللي يبيه المشري يبي حكومه يبي حصل لها كم وزاره هو وجماعه صوان. لا تنطلي هذه الحيل علينا خلاص. ولكن شوف هذه القوانين أنتجها مجلسين فاقدي المصداقية والشرعية باعتراف الجميع باعتراف رئيس مجلس الدولة على قناتكم هذه عندما قال يا خالد نحن يراه الناس يكرهونا. هذه القوانين أشرف عليها رئيس مجلس الدولة أحد المشرفين عليها خالد المشري الذي قال على قناتكم وهو يبتسم أن السياسي الناجح لا يكذب ولكنه لا يقول الحقيقة. وهنا المشري في هذه القوانين يكذب ولا يقول الحقيقة. وعلى هذا الأساس أنا أتوقع أن هذه اللعبة التي أنجزت في بوزنيقة بدعم من الحكومة المغربية نكاية في الجزائر وليس حبا في ليبيا عارف كيف؟ سوف تفشل كما فشلت طيب. الخطط الوهمية السابقة. يبقى حق الرد طبعا مكفول للسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. سيد فتح الله السريري كلمة أخيرة سأختم الحلقة الآن طالما أن السيد صلاح على الأقل أتى على ذكر احنا أنجزنا ما علينا ودليل ان احنا لم نخضع كلجنه مستقله لا لما جاء به او طالب به او علق عليه رئيس النواب والدوله. واكيد كل ليبي عنده مهما عمل لو دار صلاح ومحمد وفتح الله سيكون اخرين عندهم عليها ملاحظات. أشكر. احنا الحكومه هذه وهذا فيها ليبيين احنا كلهم فيها ليبيين الحكومه هذه واللي اللي بعده والصلاح وكل واحد عنده يعني هذه بس احنا نبغى حكومه. انا بالعكس انا مع حكومه مصغره دائما اقول لا تتجاوز ثمن وزارات سياديه. انا دكتور فتح الله السريري عضو لجنه 6+6 عن الاعلى للدوله شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات وسنكون على تواصل دائم معك على الاقل فيما يتعلق بهذا الموضوع. المحلل السياسي صلاح البكوش شكرا جزيلا لك. انوه اعزائي المشاهدين الى ان هناك مشكله فنيه حدثت من بنغازي
مع السيد خالد ترشمان رئيس مجموعة العمل الوطني. نعتذر منه لأن هذه المشكلة خارجة عن إرادتنا وهي من المصدر، وأشكره شكرا جزيلا، كما أشكر عضو مجلس النواب صالح فحيمة الذي صحبنا عبر الهاتف من داخل طبر. يبقى الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظ، إلى اللقاء.